قبل أن يقرر جون غامر بناء الصرح العملاق كامب نو على مشارف برشلونة، كتب لهذا الملعب أن يرسم لوحته الزيتية أعظم المبدعين مرصعين بالذهب تحفا فنية لا يزال متحف برشلونة شاهدا عليها. الظاهرة البرازيلية رونالدو انطلق إلى العالمية وبدأ قصة عشقه مع الكرة في برشلونة. الساحر رونالدينيو دياسيس وأسطورة بلغاريا ريستو ستويشكوف بصموا على سيرتهم عندما مروا بأفضل ملعب في القارة الأوروبية. في ظل ذكر الأسماء الثقيلة، يوهان كرويف مرجع لاماسيا طالب باستقدام سفاح ليفربول وملهم الأنفيلد رود لويس سواريز. هداف الدوري الإنجليزي سيدخل من هنا أرضية كامب نو ليعيد إلى جانب ميسي وإنيستا بريق برشلونة. ألبرتو دياس سواريز لم يتشتت ذهنه عندما وضعت أمامه طلبات الأندية العالمية مقررا الارتماء على أعتاب الأقوياء.